رمضان يا شهر الصيام، أغدقت قلبي بالوئام، عادت بعودتك الحياة كالنور في جنح الظلام، ضيفا عزيزا لا تزال تأتي لنا في كل عام، تأتي لتمنحنا الأمل نرجو لقاك على الدوام. رمضان يا شهر الصيام، عادت بعودتك الحياة ضيفا عزيزا لا تزال تأتي لنا في كل عام، تأتي لتمنحنا الأمل نرجو لقاك على الدوام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فأهلا وسهلا بالأخوة المشاهدين والمشاهدات في هذا اللقاء الإيماني المتجدد، نفحات إيمانية، ومع حلقة اليوم بإذن الله تعالى استقبال شهر رمضان. رمضان يا شهر الصيام، أغدقت قلبي بالوئام، عادت بعودتك الحياة كالنور في جنح الظلام، ضيفا عزيزا لا تزال تأتي لنا في كل عام، تأتي لتمنحنا الأمل نرجو لقاك على الدوام. ما أسرع الأيام، بالأمس كنا صغارا لا تكليف ولا حساب، واليوم أصبحنا كبارا نحمل هما ومسؤولية. الأيام تنقضي وتنطوي بسرعة البرق، ودخلنا في معترك الحياة، ودخلنا في الامتحان الكبير الذي قدره الله سبحانه وتعالى علينا. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا بد من التزود من الطاعات في بداية شهر رمضان المبارك حتى نتقرب إلى رب الأرض والسماوات. فالدنيا على حقارتها ووضاعتها وامتهان الله لها، إلا أنها دار العمل، إلا أنها دار التزود. فأهل الجنة يحمدون الله عز وجل على الدنيا لما رأوا من نعيم الآخرة. قال الله تعالى على لسانهم: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فالله سبحانه وتعالى جعل لنا مواسم للطاعة، كما لأهل التجارة مواسم للتجارة، وهنالك مواسم للصناعة، وهنالك مواسم للزراعة، هنالك مواسم للطاعة أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بها حتى نتقرب إليه بها، وحتى ننقي هذا القلب، ننقي هذه المضغة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا القلب ينقى بالطاعات، بالمسارعة في الخيرات. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فرمضان ينتظر الفارس المغوار الذي يدخل فيه بروح الجد والمنافسة. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال الإمام الحسن البصري: إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا. أخي في الله، أختي في الله، إن استوى يومك الرمضاني بيومك العادي فأنت مغبون، لم تقبل عطية الله التي وهبك الله إياها. ونخشى أن نكون أو أن تكون من الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد، فقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: بعدا له، بعدا له لمن أدرك رمضان ولم يغفر له. وقال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أعزائي المشاهدين، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
وسياق هذه الآية فيها تسلية لنا، فيها إعانة لنا على الطاعة. يعني يا أمة محمد لا تحسبوا أنفسكم أول من صام، ولا تحسبوا أنفسكم آخر من سيصوم، وإنما صامت الأمم من قبلكم وسيصوم الناس من بعدكم. وفي هذا إعانة لنا على الطاعة بإذن الله. وفضائل الصوم كثيرة جدا، ومن أخص فضائل الصوم أن الصوم خاص لله عز وجل، كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. أعزائي المشاهدين، كل عمل يعمله الإنسان لا بد له من تخطيط مسبق. قال الله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. ونحن إذا دخلنا في سوق الحياة فإننا نضع الخطط ونحسب الحسابات الكاملة، إذا دخلنا في سوق التجارة نحسب الربح والخسارة، الكساد وغيرها من الحسابات حتى نتحصل على أعلى الأرباح. فما بالنا إذا دخلنا شهر رمضان لا نضع مثل هذه الخطط حتى نتحصل على أعلى الأجور بإذن الله تعالى. فحري بك أخي في الله أن تبدأ شهر رمضان بالتخطيط لكي تنال قسطا كبيرا من العبادة، لا أن تنال قسطا كبيرا من الراحة. وعليه فلا بد أن نستقبل شهر رمضان المبارك بالأمور التالية: أولا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قد يظن ظان أن التوبة تكون من الكافر بإيمانه، أو تكون من العاصي بترك المعصية فقط، وإنما التوبة أيضا للمؤمن حتى يزداد إيمان، حتى يبحث عن عيوب نفسه فيصلحها قبل فوات الأوان. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم أكمل الناس إيمانا بعد الأنبياء، إلا أنهم كانوا يقولون: هيا بنا نؤمن ساعة. ثانيا لا بد من العلم والتفقه في دين الله عز وجل، والتفقه بأحكام الصيام، لأنه كما قال أهل العلم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والصيام واجب، بل هو من أعظم الواجبات، وهو من أركان الإسلام التي قام الإسلام عليها. فلا بد من العلم والتفقه بأحكام الصيام. والله سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن وسائل العلم ووسائل المعرفة المرئية والمسموعة كثيرة في هذا الزمان. ثالثا أخي في الله، حافظ على عزيمتك، حافظ على همتك، حافظ على نشاطك من أول الشهر إلى منتهاه. نحن نرى المساجد تمتلئ في شهر رمضان عن آخرها، في بداية شهر رمضان، ثم يبدأ العدد بالتناقص شيئا فشيئا، وآخر الشهر يرجع المصلون هم أنفسهم. لذلك نقول لك أخي في الله: حافظ على همتك، حافظ على نشاطك، فالأعمال بخواتيمها. والله سبحانه وتعالى يحب من الأعمال أدومها وإن قل. أخي في الله، اصحب أبنائك معك إلى المسجد، هذه والله فرصة عظيمة، هذه والله فرصة عظيمة لك حتى تعلمهم على الطاعة، وحتى يدخلوا في جو الطاعة وفي الجو الرمضاني بإذن الله تعالى. ولا تجعل التلفاز شريكا لك في تربية أبنائك، ما تبنيه أنت في سنوات طويلة يهدمه لك التلفاز، ويهدمه لك أو تهدمه لك مواقع التواصل الاجتماعي في ساعات قليلة. لذلك انتبه لنفسك أخي المريض، توجه إلى طبيبك واستشره. فإن كان الصيام يرهقك أو يزيد من مرضك فخذ برخصة ربك، ولك الأجر كامل بإذن الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لنا إخوانا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وشاركوكم الأجر، حبسهم العذر. وإن استطعت الصيام فخذ دواءك بانتظام حتى تصوم صياما سهلا ومريحا. أخ التاجر، أخرج زكاة مالك، ولا تقتصر على الزكاة، وتصدق على الفقراء والمساكين، فهذا والله من شكر النعم. وشكر النعم تكون باللسان وتكون بالأركان. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وأخيرا علينا أن نبتهج،
علينا أن نفرح، علينا أن نسعد بقدوم شهر رمضان، فالفرح والابتهاج بقدوم شهر رمضان سنة نبوية. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان بقوله: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم. رمضان يا خير الشهور، حيتك أسراب الحمام، أهلا وسهلا قالها سرب الحمام واليمام. البنت والطفل حيوك يا شهر الصيام، البنت هنت أختها والطفل يضحك بابتسام. والكهل مشتاق إليك شوق الصحاري للغمام، بدل حياتك أخي، بدل حياتك أخي، أقبل لربك باهتمام، جدد حياتك وارتقي إلى الأمام، إلى الأمام. طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان يا شهر الصيام، أغدقت قلبي بالوئام، عادت بعودتك الحياة كالنور في جنح الظلام. ضيفا عزيزا لا تزال تأتي لنا في كل عام، تأتي لتمنح ذا الأمل، نرجو لقاك على الدوام. رمضان يا شهر الصيام، عادت بعودتك الحياة ضيفا عزيزا لا تزال تأتي لنا في كل عام، تأتي لتمنح ذا الأمل، نرجو لقاك على الدوام.